صباح الخير يا كابتن، عاش من شافك، تعالى كل. ايه ده؟ طعميه وبتنجان على الصبح؟ قولونك يا ماما، بعدين انت مش في طفل في بطنك؟ واحنا لينا غيرهم يا كابتن، بغذي الواد. ما انت بقى لو تنزلي على علاوه هتلاقيني بفطر مسقعه وبغنوك. وانت ليه كل طموحك بتنجان يا وفاء؟ في خضروات تانية يا ماما. طب تعالى كل بس، يا في ورق ياما عايزاك تمضي عليه. لا فكني خالص من قصه الورق بتاعتك دي، انا جاي اخد القرشين بتوع الاشتراك وهتكل على الله، انا دماغي مش ناقصه. فلوس الاشتراكات بتاعت السنه جاهزه، 1435 جنيه. 1435 جنيه كده، في 65 جنيه ناقصين. وفي حد ما دفعش الاشتراك ولا ايه؟ وفاء، هو انت دفعت الاشتراك لابنك؟ ابني مش لما يبقى يجي يا كابتن. لا بقول لك ايه، ما تمثليش. هو وانت داخله النادي يا اختي الصبح بتسيبي بطنك بره ولا بيخش معاكي؟ وبعدين هو عنده قد ايه دلوقتي؟ 7 شهور ونص. تمام، احسبهولك ابناء عاملين وهدفعوا 50 جنيه، ما تقلقيش. مفيش بقى اي ايميلات فاكسات الحاجات دي جات لنا؟ ده احنا ما عندناش تليفون ارضي، ده منظر بس. ليه ما عندكيش طموح يا بنتي؟ ليه بتكبتيني كده وبتحبطيني يا وفاء؟ ما تحلمي معايا يا ماما، تخيلي احنا نادي كبير. جالنا جواب مسجل بعلم الوصول. شكله ايه ده؟ جالنا من اتحاد كرة السلة، البطولة العربية للسيدات هيتلعب الاسبوع الجاي، وهم بقى باعتين لنا عشان نلم الفرق والاعضاء ونروح نشجع. انت بقى رأيك نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ في مكافآت الحوار ده؟ اه، الراس عليها 20 جنيه وبيضة ومثلث جبنة نستون. طلعي ورقة واختميها بختم النادي واكتبي اللي هقولك عليه ده. إلى اتحاد كرة السلة. عيب عيب، احنا نادي كبير، يعني ايه مفيش عيش فينو مع الوجبات؟ امال هنغمس بايه؟ ده في جبنة نستو وبيض، انا مش بطلب خيار يا ناس. انا هديلك الجواب وانت رد عليهم بمعرفتك. الجواب فين يا وفاء؟ فين يا وفاء؟ لا ده تقفيل السنة المالية. هو انت فرشة على ورق النادي يا وفاء الفطار؟ يوم الجرايد خلصت. صح، الجواب اهو وعليه شوية زيت وسمن. مفيش عليه بيض؟ مش فاهم ايه الفرصة ان احنا نروح نشجع نادي وناخد لنا 20-30 جنيه؟ ما تفوق يا فخر، احنا علينا 6 مليون دولار. ما هو البهيم لو يسكت ويسمع كان يفهم. طب الكلام على ايه يا كبرنا عشان احنا مش فاهمين حاجة؟ جايزة البطولة، الفرقة اللي هتكسب هتاخد 2 مليون دولار. واحنا ايه علاقتنا بال 2 مليون دولار؟ علاقتنا ان احنا علينا 6 مليون دولار، لو ما دفعناش منهم أي حاجة هنتدبح يا أبو السيد. أنت قصدك نسرق الفلوس من الفرقة اللي هتكسب؟ لا، غشيم زيك ده ان روحه طلعت من ياما، انا قصدي نخطف الفرقه. تجاره عبيد هي حصلت؟ عايز تتاجر في العبيد يا فخر؟ تجاره عبيد ايه يالا؟ انت عبيد؟ سيبك من الهفق ده، قول لي بتفكر فيها فخر العرب. احنا هنخطف الاداريين والمسؤولين بتوع الفرقه ونروح احنا مكانهم ونفهمهم ان احنا من اتحاد الكوره بتاع السله، وناخد البنات ندخلهم البطوله يلعبوا يكسبوا نزحلقهم وناخد احنا الارنبين الخضر. انا عارف انا بقول لكم ايه كويس. وانت بقى اللي هتعمل كده يا دولفين؟ دولفين؟ اقعد عيني يالا، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ بكلم اخويا الكبير. اهو الكبير ايه؟ انت بتكلم رئيس نادي، رئيس نادي محترم. طب ليه مش هنخطف الفريق الليبي؟ اشمعنى يعني المنقوشه اللبناني؟ رقم واحد المنقوشه اللبناني دي خفيفه على المعده، رقم اتنين الفرقه دي دايما ضامنه الفوز، اكتر فرقه عربيه فازت بالبطوله دي. انا مش عايزكم تقطعوني وخلاص يا جدعان، انا عرفت خط سير الفرقه دي، هما جايين بكره الصبح، بس ناقصنا حاجه واحده بس. ايه؟ نجيب ناس غلط تخطفهم. ايوه بس احنا ما نعرفش حد غلط غيرك يا فخر. لا نعرف، انت فاكر ان انا بس اللي كده؟ احنا كتير كتير قوي يا سيد. ده اهلا وسهلا، منورين. نورتيني يا حاج. ده منور بوجودك يا حاج والله. وانت منور يا حاج. شوف يا سيدي، انا ماليش اي طلبات، انا الفلوس اخر حاجه تفرق معايا، اسال عني. انا كل اللي يهمني اني بشتري راجل. خلي بالك منها يا واد، خلي بالك منها، حطها في عينيك. منوره يا حاجه. جماعه وصلوا مال، خد راحتكم البيت بيتكم. ازي حضرتك؟
خير. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. واضح ان احنا كل مره بنيجي لحضرتك في مناسبه. النهارده ايه بقى، يوم اليتيم؟ لا يا سيدي، النهارده مناسبه سعيده وانتوا زودتوا سعادتي بوجودكم. خير؟ النهارده قرايه فتحت بنتي يارا. الف الف مبروك يا معلم. يارا كبرت يا جماعه. مبروك يا يارا. طب مش كنت تقول لنا يا معلم كنا عدينا على اجدع حلواني فيك يا مصر وجبنا الحلو كله للست يارا، بدل ما كل مره بنيجي كده وايدينا فاضيه. وجودكم النهارده اهم من اي حلويات، هي ليله حلوه من اولها. خير؟ دكتور معاكوا السته ولا ناقصين حاجه؟ لا ناقصين، ناقصين السته. ما هي ليله طين من اولها. امال جايين ليه؟ احنا جايين طبعا طبعا نبارك ليارا طبعا. اول حاجه يعني. تاني حاجه كنا جايين عشان نرغي مع حضرتك كلمتين. طب قبل ما ترغي يا حبيبي هتتفسحوا شويه مع الرجاله وبعدين ابقوا ارغوا براحتكم. لا 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 يا معلم، لا يا معلم، ثانيه واحده، احنا عايزين رجالتك لما اخذه معانا كده في مصلحه. هيخطفوا لنا كام واحد؟ يومين ثلاثه بالظبط وهنعدي عليكم معانا ارنبين خضره على داير الملين. ارنبين ايه يا روح امك؟ يا جمعيه وبتنقطوني بيها. ما هو ارنبين خضره احسن من ما فيش يا معلم. ماشي، اما اشوف اخرتها معاك. ما يلا يا حاج عشان نقرا الفاتحه. طب يقروا الفاتحة معانا بقى بالمناسبة. نقرا معايا. ألف مبروك يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد ولا الضالين، آمين. في قارة هاشمة، تقومي تولعيها بقى، ده أنا مراتي بترقص رقص هتعجبك. طب ما تشغلنا حاجة بقى. فخر صورني مع الهرم عشان الكاميرا الاماميه بايظه. اصبر يا سيف. ماشي يا فخر، صورني مع الهرم عشان الكاميرا الاماميه بايظه. اصبر. طب يا سيف. ماشي يا عم، انت هتخسر ايه؟ ما تصورني مع الهرم يا عم قبل ما الاتوبيس يجي. سيف تعال. ممكن تبقى على مستوى الحدث؟ احنا جايين هنا يا سيد عشان نخطف، مش جايين نتفسح. ليك عليا يا سيدي، بعد ما نخلص المهمه دي اصورك مع الثلاث اهرامات اللي قاعدين في الميكروباص. تمام؟ ماشي. اصل المكان هنا تاريخي قوي وجميل يا فخر. شوف يا اخي سبحان الله الزرافه قاعده ازاي؟ ده جمل. لا يالا مش بتكلم على الجمل، بتكلم على الزرافه اللي قاعده هناك دي. ايوه، ما هي اللي قاعده هناك دي اللي قاعد ده جمل. يا راجل. طب هو بيمشي ازاي وما عندوش رجلين؟ اصل من بطنه للارض على طول. هو الجمل ده مش زواحف زي التعبان والارنب كده؟ تعالى يا سيد، ده اللي اتفقنا عليه. انا مش لسه من ثانيه قايل لك نبقى على مستوى الحدث؟ والا اقسم بالله هدفنك هنا. خلاص يا فخر خلاص. اقف عشان الاتوبيس جاي. اقف. يا عاي يا رجاله. بقول لك ايه؟ امر يا ريس. تلات رجاله دول هم اللي عليهم الكلام. تمام يا ريس. اوف، ايه البنات الجامده دي؟ سبحان الله. ايه جامدين صح؟ لا الجمل قام وقف، ده طلع عنده رجلين. ده احنا ليلتنا عنب. ليلتك ايه؟ ده انت هتبقى ليلتك طين دلوقتي. انت جاي هنا عشان تخطف الرجاله دول، الحريم دي بتوعنا احنا يا حبيبي. اخطف واحده بس. تخطف واحده؟ تمام، وانا هكلم السحاوي، نشوف بقى لما السحاوي يعرف هيعمل فيك ايه. خلاص انت بزق دي، ما تزقش. اتفضل يا بيه، اتفضل على شغلك. يلا رجاله. يلا. انا جسمي سايب قوي يا سيد، مش عارف هتكلمهم ازاي. هنكلمهم عادي. يلا احنا مصريين يعني، سافر كده في اي حته في العالم وجرب تتكلم مصري قدام اي ست هتلاقيه قاعد في هضمه خطوه. لا لا مفيش الكذب ده، كل ده هكس. انا سافرت بره الدنيا دي كلها كتير. طب اقول لك على حاجه،
اخر مره مسافر بره مصر كان في شله بنات واقفه كده، رحت اتكلم معاهم مصري، مسكوني رزعوني علقه يا سيد، بلعوني سناني. ليه انت كنت مسافر فين؟ راس البر. طب راس البر ده انت برضو منقي راس البر، يعني لعلمك الراس بريين ما بيحبوش المصريين. تصدق يا سيد عندك حق، انا فعلا من ساعه ما نزلت في المطار والمعامله كده ما كانتش حلوه. ما بقول لك اهو. طب تعالى تعالى. مساء الخير يا بنات، ممكن تتفضلوا معايا من غير شوشره؟ انتوا مين؟ احنا مندوبين اتحاد كره السله وهنكون معاكم النهارده. لك وينو الكوتش؟ وينو الاساتذه الاداريين؟ ولا انا ما شفت حدا من وقت ما ركبوا الجمال. هو للاسف الكوتش والاساتذه الاداريين مش هيقدروا يكونوا موجودين معانا لان عندهم ظروف. ظروف؟ ظروف شو؟ نحن ما عندنا خبريه بهاي القصه. عندهم ظروف، يعني للاسف عندهم ظروف. ظروف؟ كلنا بيحصل لنا ظروف. مش مسكوهم بيسرقوا ابو الهول. لك شو انت اللي عم تحكي؟ سرق ابو الهول كيف يعني؟ لا ما هو اكيد مش بيسرقوا ابو الهول كله، هما كانوا بيحاولوا يسرقوا ساعة ابو الهول، سرقوا ساعة ابو الهول، مش كده يا فخر ولا ايه؟ انت ما شفتيش ابو الهول وهو بيصوت وعمال يقول حرامي حرامي؟ شو هالحكي؟ مش بس كده يا فندم، للاسف التحريات بلغتنا ان انتوا كنتوا بتتعرضوا لمؤامرة كبيرة جدا. الكوتش والاساتذة الاداريين ما كانوش هينهوا الرحلة في الاهرامات، كانوا هياخدوكوا ويطلعوا على دريم بارك. يا ساتر يا رب. ارجوك يا سيد ما توترش الناس اكتر من كده. ما تقلقوش يا جماعه، تم السيطره على الموقف. المطلوب منكم دلوقتي انكم تسلمونا موبايلاتكم، باسبوراتكم، هدومكم. لا دي في البيت يا سيد، عشان تقدروا تركزوا في البطوله كويس وتكسبوها ان شاء الله. شايفين الميكروباص اللذيذ اللي هناك ده؟ ايه. كلنا هنروح نركب فيه دلوقتي. بس الباص من هون. لا يا فندم، الميكروباص ده مؤمن مكيف صغير، فهتبقى مدعكه على الله التسهيل. يلا بينا. اوكي يلا تعال، خدوني بس وسطكم كده. بص بقى جوه. يلا تعال خلص. تعال شيل ايدك يا فخر. ايه ده انت؟ لكن احنا شو عم نعمل هو؟ وين اخذنا لك عمتي؟ وين بلد فرقتنا؟ وشو خطفين انتك عمي؟ ما شاء الله عليك يا بيه، عرفتها لوحدك؟ ما تقلقش هخطفك يومين وهترجع تاني مع فريتك على لبنان ما بعد الماتش. ولا 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 انت عم تمزح. اكيد اكيد عم تمزح. شو بتحكي انت لك عمي؟ لو كان بنزل بكسر اخوك بكسر لك عظامك. كسر عظمي؟ طب انزل كده ورينا كسر عظم زي عمي الحلو. ايه بنزل ليش حتى ما انزل؟ بنزل بس بعتذر منك، ممكن تنزلني وبرزيك بكسر عظمك. طبعا هنزلك بس مش هنا، في المكان اللي هتشرفني فيه كمان يومين. يلا يا بنات انزل، يلا يلا بسرعة. يلا يلا يا سيد. يلا مين دول يا كابتن فخر؟ ايه انا واخويا سيد، وانت شايفين حد تاني؟ ارجع حبازة، ارجع. خش انت يا سيد، خش انت، هتقف لي بره، هات الباب. عيب عيب، ده احنا جرين. عيب عيب عيب، ده احنا جرين، ده احنا جرين. خش جوه بقى بسرعة. خش انت يا سيد، خش انت يا سيد، سيبنا سيبنا انا يا سيد. اتفضلوا 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 على الاقل من مهلكم. اتفضلوا خش تعال تعال. بقول لكم ايه، الحمامات هنا على الشمال والاوض اللي هنبات فيها مع بعض على اليمين. ثانيه واحده ثانيه واحده. هم دول المنقوشه اللبناني؟ منقوشه؟ ايه دول منقوشه بالمربى؟ شفتي اجسادهم عامله ازاي؟ اجساد ايه؟ اجسادهم رياضيه ازاي ما شاء الله، الله اكبر. طب انا مش موافقه على الخطه دي يا سيد. خلاص انت جاي تقولي دلوقتي كده ريتاج؟ ما قلتيش كده من الاول ليه؟ وبعدين انت ليه مصره كل حاجه حلوه في حياتي تبوظيها؟ انت غيرانه منهم على فكره. غير من ايه؟ ده فخر فيه نوسه عنهم. وبعدين انا ريتاج، عارف يعني ايه ريتاج؟ ايوه البيره، ايوه السائع للسخ. خد يلا خد يلا تعالى هنا. ثانيه واحده ثانيه واحده. حاضر جاي جاي. تعالى ثانيه واحده. بتوزع عليهم ايه؟ بيره. وانت بتوزع عليهم بيره ليه؟ اصل البيره في الحب خطيره. ايه؟ اصل البيره دي عشان هم رياضيين، يعني ده مشروب طاقه. انت مش بتشوفي لعيبه التنس حاطين جنبهم صندوق بيره يخش يضرب الضربه ويطلع ياخد بق؟ مش كده فخر ولا ايه؟ طبعا. وبعدين ده بروتوكول متعارف عليه دوليا ولبنانيا، لو ما عملناهوش نتفقس. امال؟ بعدين احنا مقصرين كمان في البروتوبول ده. مقصرين في ايه بقى ان شاء الله؟ ده ناقص تجيبلهم رقاصه بشمعتين ترقص لهم. لا يا اختي يا حلو، احنا لسه ناقصنا فستق، جزر، خيار، حمص، وجميع المزات المصرح بها دوليا. انا ماضي على كونترات وبالكلام ده. انت عايزانا اتحبس؟ طب بص يلا انت وهو، انا لا يفرق معايا دوليا ولا محليا ولا حمصيا. ها وعليا الحلال، لو لقيت حد فيكم باصص لهم بصه كده ولا كده
هكسر الازايز دي على دماغكم. هات الازايز دي. اوعى. شوف لك صرفه في مراتك دي، انا بكرهها مش قصتي. انا كل قصتي يا سيد ان احنا معانا 10 مزز لبنانيين، انا وانت لوحدنا ومقفول علينا في مكان نائي يا سيد. اقسم بالله يا سيد اللي في دماغي لو ما تحققش لكون مرتكب جناية يا سيد. لا فخر ما تعملش كده عشان الطريقة دي بتخوفني. مش مقصتي. لازم تسترجل دلوقتي ها؟ اتصرف في الموضوع ده يا سيد. أنا مش هتجوز وأنت هتجوز يا سيد. اخلص. طيب حاضر أخويا. أنا هشوف صرفة تغورها من هنا. جامدين قوي يعني كفته.